غزة المحاصرة من 10 سنوات، واللي عدد سكانها ما يقارب 2 مليون فلسطيني بيعيشوا على مساحة 360 كيلومتر فقط. يا ترى هل ممكن تستضيف اللاجئين السوريين؟ عشان هيك رح نعمل اختبار مع الأطفال ونحكي لهم أنه غزة قررت تستقبل 1 مليون لاجئ سوري. أهلا وسهلا فيهم، هذا يعني زي أرضهم. إحنا عند الله واحد. ممكن ياخدوا مكانكم في الشغل، مش مشكلة، هي الأرزاق على الله، واجب علينا. أهلا وسهلا، ويزيدوا كمان على 1 مليون. وإحنا إخوة في الدمع. والله إحنا بنعيش الشوارع هم في الدور عادي. ترضوا تعيش طفل عندك سوري يسكن في بيتك؟ بعيشه زيه زي أخويا. أنا مستعد أنام في الفرشة تحت وهو على التخت يا أخو. فلسطيني واعتزني فلسطيني، ودين الله ديني، فلسطيني وارويه بدمي.